مساء الخير للجميع، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. معكم اوجه ابو زيد، سنه خامسه بالمعهد العالي للموسيقى بدمشق، اختصاص قانون وبيانو. بعد ان تم اختياري من قبل منصه مؤتمر الموسيقى العالمي WMC بانجلترا ممثلا لسوريا بالموسيقى كمؤلف وموزع موسيقي وقائد لعده فرق موسيقيه وعايز افصل له على اله القانون البيانو، راح اتحدث شوي عن تجربتي الصغيره بتاسيس اوركسترا القانون السوري روجندا. تم تأسيس هذا الأوركسترا بداية عام 2019 عن طريق التشكيل كوارتت رباعي قانون أو تشكيل كوينتت خماسي للقانون. بعدها صارت تتطور الفكرة أكثر وأكثر لحتى صار عندنا أوركسترا كاملة متكاملة مكونة من آلة القانون، أو بما يصح القول عمدتها آلة القانون، بالإضافة لوجود آلة التشيلو والإيقاع والبيانو لضبط خلفية الأعمال الموسيقية لآلة القانون. المقطوعات اللي عم يتم اختيارها لأوركسترا القانون السوري روجندا هي عبارة عن مقطوعات مشهورة ومعروفة سواء كان على الصعيد المحلي والعالمي والدولي. نحن كل سنة عم يتم اختيار مقطوعات سواء كان على الصعيد الكلاسيكي العالمي الغربي أو الموسيقى الشرقية والفلكلور العربي. تقريبا كل برنامج عم ياخذ معنا تدريب سنة كاملة بسبب وجود فئات عمرية تبدأ من المرحلة الابتدائية لغاية المرحلة الجامعية. الصعوبات اللي واجهتنا سواء كان على الصعيد المادي أو المعنوي، هذه الأوركسترا لم تتلقى أي دعم أو تبني من أي جهة أو من أي منظمة سواء كانت ثقافية أو حكومية. طبعا وهذا الشيء أدى إلى أنه نعتمد بنجاحنا على جزء كثير مهم من الطلاب ومن خلال قدراتهم بالعزف على آلة القانون ومن خلال مجهودي الشخصي الذاتي سواء كان من ناحية التكاليف أو التوزيع والتدوين الموسيقي. كمان من الصعوبات اللي واجهناها عدم توفر أماكن مناسبة لتدريب هذه الأوركسترا. بالبداية كنت درب الأوركسترا عندي بالبيت لمدة سنة كاملة. بعدها تم توثيق هذه الأوركسترا من قبل وزارة الثقافة رسميا على أن الأولى بسوريا. أقمنا عدة حفلات بأكثر من محافظة من ضمنهم محافظة السويدة ومحافظة دمشق وغيرها من المحافظات السورية الثانية. طبعا قدمنا عدة برامج، قدمنا برنامج يتضمن فيه اتيودات بيانو تم توزيعها على أوركسترا القانون بطريقة احترافية وبتناسب الهوية العربية لآلة القانون. تم اختيار مقطوعات من الأفلام الموسيقات العالمية مثل ديزني، تم اختيار موسيقى الألعاب، بالإضافة كمان لوجود التراث والفلكلور السوري اللي طبعا ما فينا ننكره، ما فينا ننسى أنه هي أساس الهوية العربية للآلة. طبعا بالإضافة لوجود المقطوعات المصرية العالمية سواء كان على صعيد كوكب الشرق أم كلثوم أو الموسيقار العالمي عمر خيرت. هدف هاي الأوركسترا تقوية كافة الأعمار سواء كان على الصعيد النظري أو العملي في السولفيج والآلي من خلال التعريف على تقنيات وإمكانيات آلة القانون الواسعة جداً واللانهائية. هذا الأوركسترا عطت أهداف كثير كبيرة للأطفال. أول هدف اللي هي كسر حاجز الخوف عند الانطلاق على خشبة المسرح أو عند العزف على المسرح. ثانيا اكتساب قوة الأداء الجماعي سواء كان من الناحية النظرية أو من الناحية العملية سواء كان بالسولفيج أو بالآلي. ثالثا خلق مجتمع أسري تربوي واحد اجتماعي محب وناشر للسلام وللثقافة الموسيقية الفنية. أنا بيسعدني وبيشرفني وبيزيدني فخر إنه يكون مشارك بقطعة موسيقية أو أكثر ضمن منصة مؤتمر الموسيقى العالمي WMC، وسعيد كثير بالمشاركة بهذه التجربة. شكراً لكم.